السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هو كيت حجة قناة لعبة 60 ثانية. لعبة اسمها 60 ثانية. شنو اللعبة هذه؟ اللعبة هذه الله يسلمك انك عندك 60 ثانية وانت يعني رجال مع عائلتك اللي هو مكون من بنت وزوجة وولد، يعني انتوا 4 اشخاص. بال60 ثانية هذه لازم تنحاش من نووي راح يجيك عند بيتك يعني يفجر القرية كلها. ونبدا اللعب هذا وتشوفون بعيونكم. يلا خلينا نبدا ونستعرضها. اول شيء هذول الاطوار اللي سفايفر على طول ومدري شنو. يلا خلينا ندش على هذه اللي هو الطور النووي. نورمان فاتمان. تبي لتر بوي يعني ولد صغير ما ياكل ولا يشرب عدل، ولا تبي واحد متين وياكل واجد والشغلات هذه؟ نطق ايزيز بس عشان نوريكم استعراض لها. ويلا هذه الحين بدت راح تبدا 60 ثانية. هذول الاهل مثل ما تشوفون. انطر يقول بلا 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 بلا. هذا الرادو بلا 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 بلا. احيا صوته انفجار قوي. طق الحين راح تبدا 60 ثانية. بدت. يلا جمع اكل عشان تاخذ. ايوه جمع اكل اكل اكل. ماي. يلا 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 قط. جيب بنتك. تعالي انت زوجتي نبيك. نحتاج تحت. بنتي حط هني. ماخذ وزن انت. ماي ما عندنا ماي. اخذ ماي. اهم شيء تاخذ الشال تونسك. عطنا هذا عطنا هذا. خلنا ناخذ ماي بعد. اخذ. يلا باقي نص ثانية. قط. باقي اشياء مهمة. شنو؟ اخذ اسعافات اولية. بعد شنو؟ مبيد حشرات. هذا فولنا. اركض احنا اركض. باقي احد. شنو؟ ولدي ولدي تعال 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 تعال. اخذ شيء بعد. لا خلاص خلاص ما اقدر. خلنا ناخذ السابع. يلا قطهم. كفو. نحشت بهالي كلهم. معاي اكل بس الماي كنا ما اخذت واجد ماي. والحين بدا اليوم الاول احنا قاعدين فيه هنا. هذول الاشياء اللي جمعناهم. هذول هالي قاعدين. وهذا دفتر التعليمات اللي يوريك شلون راح تعيش فيهم. جبت انا القناص بس ما جبت اسلحة طلقات. كنا غلطان. عندي راديو اقدر اشغله. صك التليفون مو وقتك. حلو نطالع شنو عندنا بالدفتر. شو مواضيع اليوم هذا؟ يقول انا ما ادري شنو. انا النبل هاي كلام فاضي. ان تو عايشين تو بدي يعيشون الايام هذه. الحين وقت الاكل. وقت يعني انا الصراحة ما اهتم غير بالابو. الابو خلاص عاش الباقي يموتون. وكل نفسك الباقي موت وجوع. يلا عصبوا كنا ولو. حلو الحين نبدا اليوم الثاني. هذا شيء مرون الاول. وبسرعه هذا طلع سريع ما يمدي. هذا اليوم الثاني اللي يقول لك ما بس كنا في اضرار نووي تجيك. هذول اللحم ما احتاج الاكل فموت وجوع واكل الابو بس. اي خلنا اقول لكم بس ان العلبه الواحده راح تكفي 4. يعني لو اطق مثلا كذي راح توكلهم 4 كل ابوهم. بس انا ما بهم بس وكل الابوه. الباقي يموتون. اي الحين بنطلع واحد برا عشان يستكشف. كل واحد له ميزه. الابو يجيب اكل وشرب واجد يعني يجيب اكل وماي واجد وهو طالع يجي. اما هذه شو تجيب؟ هذه تجيب الله يسلمك اللي تجيب ادوات طبيب كنا ولا لا. ما ادري. هذه تجيب له شيء. هذا يجيب. هذا يجي بسرعه يقول لك يروح بسرعه وقت اقل. بس شو يجيب؟ اشياء شويه. فبطلع البنت راح تطلع برا. الابو ما يطلع. يلا الحين طقان هني وراح بشوف اليوم الثاني. هو راح يطلعون مو اليوم هذا او اليوم الثالث او الرابع استغفر الله. يلا الحين شوف نطلع شوف الماي اللي صار. هذا يوم ثالث. جست ليت كويتشن وير ووتر اند تسرا. يحتاجون الماي الحين باليوم هذا فبشربهم ماي. شكلي بطلع الابو لانه خلاص وكل الابو لانه يبنى ماي. وكل طلع برا الحين. شفت اختفى. وهذول راح يقعدون وياكلون ويشربون على كيفهم. لا بموتكم جوع. ما تاكلون الا لما يجيكم ابوكم.
موت جوع. يقول لك there is not more support there now who want to attack the shit open. في واحد يطق الباب يقول لك وشو انت تشوف فكرة حلوة انه تفتح له الباب ولا تصك عليه؟ لا لا لبو مو موجود فتكون مشكلة، ماني فاتح الباب. لو لبو موجود على الاقل يتصرف، فمفروض كان لبو موجود عشان تصرف معه. هلو كان عادي قلت الحين من اوكل؟ لازم نقتصد شوي بالماي عشان بنشرب بس هذه، وهذا راح نوكله من ولد، ولد تعرف الولد سند فنحب عليه. حلو حني يوم السادس. هذا شوف بطنها راح، هذه متى تضعفين انت؟ خلاص وقلنا علبة ماي واحدة، لا ربع علبة بعد، فبنشرب هذه لا تموت علينا. هذا نوكله، عندنا اكل واجد، وكلهم كلهم اليوم خير. الابو شكله بيجي الباكر اللي هو يوم السابع راح يجي الابو او شيء، نشوف. يلا هذا اليوم السابع ما جاء. حلو الحين نبدا هذا اليوم من نوكل، ما راح نوكل احد اليوم هذا، امس وكلناه. يقول لك تصدي ما شغل راد حنا يوم شنو شكله فيه. So I want cake. تبي كيك؟ من اللي يقولها؟ شكل البنت هذه اللي عندنا. هلا جابونا. اوف شو صار عليه؟ شيك هنجري سك تادي تعبان. زين جاب 3 بطول بس، هذا اللي الله قدرك عليه. مو لا تموت علينا بس. جاب بطل وجاب. يا الله بغيت تموت علينا وجاب بس هذول. سعباته وليه، سعباته وليه. هذه فايدتها. شفت 60 ثانية الأولى إذا ضبطتها عدل، يعني أخذت الأشياء المهمة عندك، تقدر تاخذ فاس، إنك تقدر تاخذ راد وخريطة كل شيء، يعني أشياء واجد ترى ما أخذتها، هي اللي تعيشك بالمكان هذا عدل، يعني تبدأ بداية حلوة. الحين ما أدري كم بقعد يوم. فنوكل الأبو ونشربه. أنت مو كفو، مو تجول. خلينا نحط طلعة ثانية وراح نطلع واحد سريع. في مبيدات حشرية هنا. او انه شنو هذا؟ هذا بس فيه شيء انه لازم نستعمل شيء هذا عندنا. يا اليوم التاسع ولدنا وين؟ لا لا شو السالفه؟ راح يبيد حشرات يعني هناك. ووتر اول دكتور وونت تيل. الابو صار زين؟ اي صار زين. حلو، يعني شربته ماي وكلته ادويات طبيب صار تمام. وهذا وين راح؟ مات يعني؟ مستحيل. هو انت لازم في واحد يطلع، فبنطلع حنا المرة. لا المرة نخاف عليه. طلع البنت، خليك عند المرة حبيبي، خلي زوجتك عيال يطلعون غيرهم. طلع طلع بنت، يلا طلع برا، انت راح تطلعين باكر. خليكم قاعدين لي بس، عيال ما نبيهم ياكلون على الفاضي. وكل لو ابي تدلع ابي تدلع. حلو يقول دير اف دير ان وان وهو كان دس تن ون 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 ون. ما ادري شكل واحد يقول قايضني على شيء، يعطيني شيء ويعطيني الراده او شيء كذي. خربت الشك، ماتت يا طيب. شو الجثة اللي عندي هذي؟ اكل اكل لا تموت. الحين لا ابو ولا هذي انطب. وان اوف وونت كم از ذس ذا بات سانت شاشات تا. شكل واحد بيقاتلني ولا شي، فطلع له بالبندق. تفهم معه 12 يوم. الجثة هذي هيك العظمي، لا يجي عيال يشوفونها. حلو كنا انا اعطيت البندق. لحظة لا ما اعطيت البندق ايش، واخذت منه ذبحت او اخذت منه شيء، اخذت منه ماي طبعا. حلو ما عندي شيء تقاتل وياه، يعني جو ناس ثاني يمكن او شيء. يلا 13 يوم
متجرح الرجال. شو نسوي بعد يا تيدي؟ تحتاج سبعة ولي. اكل 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 واشرب، هذا اللي عندك. استعمل رادو يا حبيبي. جت البنت. اوف شو هذي، انهبلت كريزي، انهبلت والله. زين شنو جبتي المهبولة؟ شنو جبتي؟ جبت اثنين علبتين. ايه حلو، جبتي بطلين، ما اشوف بطل كبير عندنا صار. حلو جبتي مود حشر، والله تجيبين اشياء طلعتي متي هينا. بس ما عندنا ادويات يا ذكية، هذول ناكلهم خلاص. الاكل عندنا واجد، واثنين لازم واحد يطلع ونطلع المجنونة. استعمل ايه تكفى، يمكن واحد يجي ينقذنا ولا شيء. 15 يوم، بسرعة مرينا يوم. ايش صار باليوم هذا؟ تيدي شوف خله، ما عندنا يا تيدي. تادي من تيدي، انت راح تطلع لا لا ولا اقول هذه تطلع من جنون. شنو فيها قاعد هنا؟ اطلعي برا، خلك لحالك ما عليك من الدنيا. حلو وكل نفسك، شرب نفسك بس، استعمل اشياء قويه هيك، توكل نفسك، تدلع نفسك. يا دني لحالك، مالك شغل بالناس، اقعد الولد ما تحترق، مالك شغل فيه. كوك شوت تاز مورت ونيفر، شكل صارت مشاركة. بس احنا نمشي بسرعة بس عشان نخلصها. وصلنا 17 يوم، زين 18. Today is fine. صار بخير يعني. للحين متبهذل، شوف ورا، شوف متبهذل الرجال، ومرته ميتة جنبه جمجمة. الله حياك كسيفة، اطلع برا خلاص. ابو النوم اللي يسوي شيء. لا تعب، تعب نفسيا. شيك يا تدي، هارت تعبان، قلبي يعوره تعبان. تكفى يا تدي. تاد من التاد، تادي سميه تدي. ماتت البنت، ماتت يا هو. ما في، المفروض ما طلع احد باكر. لا غلطان، يوم 20. خليك ريح ريح، ما بقال شيء يموت، ما حد بطلع. يلا روح خليك، انطر موتك على البطيء، موت. لا ان شاء الله، ان شاء الله زين، ان شاء الله زين. رجال رجال تستعمل. اكل واشرب اكل واشرب، ما حد يطلع. لا المفروض استعمل ديت. لا لا غلطان، الراد انكسر. خليك 22، اصمل اصمل، يجيك الفرج، اصمل. بس خسرت ليت ليش؟ انيو شنو قلت لك؟ هيل ماني وانت كتش. اكل واشرب، ما عندنا سحبات اولية. استعملت على واحد مو كفو، من استعملت عليه انا؟ واتفق مع اي واحد، اي احد شيء اتفق معه. الله يستر. ايش فيك؟ بس بس موت قريب هذا. اي مو لازم واحد يطلع، اطلع يلا. حتى هذا ما يصير، ما يقدر. خلاص خلاص موت باكر. اليوم موت 24. زين والله صملت. اصمل اصمل، تقدر توصل. خلت خلص بس الحرب هذه، منو بيطلع؟ ما حد عندي. الولد وين اصلا؟ وين راح؟ نذبحه. ولد مو كفو. الجثة هذه عندي خمر تعفنت، قطها برا، قطها برا، ما في قلب ما في احساس. يلا 26 يوم، هذا بس خلاص باكر موات. شوف لو باكر، استغفر الله. شنو يقولك واحد اعطانا اكل؟ شنو يبي؟ نطر منك حنا. خلك خلك هاك، عطى بدل. اللي اعطانا اكل نعطيه ماي، يستاهل.
بس خلي يضبطنا. اه شوف اعطاني كمام، في احد اعطاني كمام، اعطيته ماي اعطاني كمام. تكفى شو استفيد من الكمام؟ يمكن عشان اجانا اول شيء الفلتر معفن هذا. هنشوف يلا مقدار حشرية ولا شيء. خلصت كل شيء عندي. اه هلا 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 قتلني منه، بدلته. كفو كفو تعالج يلا تكفى عالج نفسك. هيا صار زين كفو جاب وقته. هلا اح ما بقى غير خلص الماي والنكو، لازم واحد يطلع. لحظة اه لو عندي الاشياء هذه كان اقدر ابدلهم باشياء ماي، لانه في واحد قاعد يبيع يعني اشياء، ياخذ اشياء ويعطيك ماي. حسافة. لو اعطيه طلقات يعطيني كم؟ وحدة ولا شنو؟ اي وحدة. لو اعطيه هذه اسعافات يعطيني ثنتين. لو اعطيه رادو يعطيني فور، بس ما عندي رادو مكسور. مشكلة. كم يوم وصلت الحين؟ 30، وصلت 30 يوم زين. يلا متى تخلص هذه؟ لما تقعد بالجحر هذا اللي انت فيه؟ ذكر ما عندنا ماي. اطلع برا. ايوه روح روح يلا. هذا انت ليش؟ خلصت اللعبة. وي هولد اوت فور 63 يوم. يعني قعدت 63 يوم برا؟ اول يوم اول اوف سير هذا يعني يمكن ايام صار فيها. اوف عاد اخر يوم كم؟ 36. شلون قعدت 30 يوم؟ او لما طلعنا برا هو مات، جاء بعد 6 ايام مات ولا شيء. بس هذه هي اللعبه اللي اقدر اقول لك اياها. ما الطور الثاني تبدا على طول، يعني هذا تكون اشياء زاهو وتبدا. ويلا هذه اللعبه ويلا والسلام، خير وختام.